يومين بس مروا على بداية العام الدراسي الجديد والناس مش ملاحقة على أخبار المدارس، وبعد ملك الدور كان على منا علشان تفارق الحياة في لحظة زمن، والأب المكلوم مصمم إن بنته راحت بفعل فاعل، فيا ترى وزير التربية والتعليم هيتصرف إزاي؟ خليكم معانا هتعرفوا كل التفاصيل. خلال الساعات الأخيرة منا بنت في تانية ابتدائي يدوب لسه بتبدأ السنة الدراسية الجديدة، وفجأة تفارق الحياة علشان تنزل من الدور الثالث لأرض المدرسة في منطقة ميت عقبة بالعجوزة. مديحة إبراهيم أم منا كشفت تفاصيل آخر يوم في حياة بنتها وقالت عندها 7 سنين وأنا اللي دخلت بنتي بنفسي للمدرسة وياريتني ما دخلتها المدرسة. بنتي صاحية من الفجر وكانت فرحانة علشان هتروح المدرسة، فضلت تقولي يلا يا ماما هتأخر عن المدرسة. على الساعة 1 الظهر الأم جالها تليفون بيبلغها باللي حصل لمنا ونقلها كمان للمستشفى. كملت الأم كلامها وقالت لحد دلوقتي ما شفتش بنتي بعد رحيلها ومعايا الكوتش بتاعتها بس دلوقتي. لما تسألت الأم عن السبب أو سبب اللي حصل لمنا، وضحت الأم إن بنت عم منا معاها في المدرسة، ولما طلعت الفصل علشان تاخد منا علشان تروح المدرس رفض وخرجها برا. اتقال لها ان منا جريت وجريت من الفصل، اما تامر فراج ابو منا فاكد ان بنته راحت منه بفعل فاعل، وقال بنتي المدرس زعق لها وكانت بتعيط علشان تمشي وبنت عمها كانت هتاخدها علشان تمشي راح زقهم المدرس السبب. دلوقتي الامن قبض على المدرس واللي اعترف خلال التحقيقات المبدئيه بتسبب ومفارقه منا للحياه بس بدون قصد، وقال ما كانش قصدي هي اللي جريت ووقعت. وقعت منا حصلت بعد 24 ساعة بس على وقعت رحيل الطالبة ملك في مدرسة المعتمدية بنات بالجيزة برضو، واللي حصل ان سور سلم المدرسة المتهالك تسبب في رحيل ملك ونقل كمان 15 من زميلتها للمستشفى. وزير التربية والتعليم رضا حجازي صرف لأسرة ملك ومنا كل واحدة فيهم 100,000 جنيه. كمان شادي زلطة المتحدث باسم الوزارة قال ان تحيات ما زالت سارية وما نقدرش نجزم بالتفاصيل النهائية للوقعة، بس اللي كشفوا ان وجود طلاب الصف الثاني الابتدائي في الطابق الثالث بيعتبر مخالفه يحاسب عليها القانون، خصوصا ان في قرارات بتسكين طلاب المراحل الاولى من التعليم في الطوابق الارضيه، والوزير اعلن ايقاف مدير المدرسه ومشرف الدور عن العمل. كمان وجه وزير التربيه والتعليم بيان بان يكون هناك زيارات تفتيشيه مفاجئه على المدارس بكل المحافظات ومراجعه كل الابنيه التعليميه مره ثانيه وبشكل كامل حفاظا على حياه الطلاب. امر كمان الوزير جميع مدير المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة من سلامة جميع مباني المدارس وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن. انتوا بقى ايه رأيكم في قرارات الوزير؟ وهل تعرفوا أي مدارس محتاجة إعادة تأهيل علشان نمنع تكرار اللي حصل مع منا وملك؟ لو عندكم أي شكاوى بخصوص أمان المدارس اكتبوها لنا في التعليقات.